سيداتي نساتي سادتي، أجمل تحية لكم من ملعب الملك فهد حيث تقام مباراة اليوم في ظل الأجواء الجميلة والطقس المثالي. وسأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، ومواجهة اليوم تأتي ضمن مسابقة الدوري. الأجواء الكروية رائعة هنا، ونتمنى بأن نشاهد مباراة في المستوى. نأمل بأن تكون مباراة كبيرة من الطرفين وأن نستمتع بها حتى لحظاتها الأخيرة. سالم الدوسري، كرة خطيرة من على الأطراف، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. فريق الخصم بيخلص الكرة، حكم يعطي الأفضلية للهلال. اعتراض ممتاز، توقيت مثالي. زلايا استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلق فرصة للتقدم في المباراة. يا رباه، كرة في المرمى تشعل اللقاء، هدف أول مبكر، يا لها من بداية، أي سيناريو، الله على كرة أولى. نشوف الإعادة مشاهدينا، ونشاهد كيف تعامل الفريق بانضباط كبير في هذه اللقطة. ضغط كبير من اللاعبين واستعادة للكرة ثم الاستفادة القصوى من هذا الضغط وتحويله إلى هدف. ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي، يتجه بعمق الملعب في منطقة جزاء، يستعيد الكرة. لولا صفرة حكم المباراة لكان هدف في اللقطة. تسلل مثير جدا للجدل، يعلن حكم مباراة المساعد موسى ماريكا. أندري كاريو، شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. مساحات كبيرة على الطرف الملعب، يقفز ويتجاوز اللاعب. عرضية فيها خطورة، حطها براسه لكن الكرة بتروح خارج المرمى. أندري كاريو، تمركز الجيد وساعد في قطع الكرة. سلمان الفرج، والرأية هنا تعلن عن حالة تسلل موجودة، تسرع واضح في التمرير، كان يجب الحفاظ على الكرة وانتظار التمركز الصحيح قبل لعب الكرة. بينية فيها خطورة، ربما يأتي التعادل من الركنية. الجماهير تحاول بأن تقدم الدعم الكافي لفريقها لتسجيل هدف التعادل. الكرة رأسية لتمر فوق العارضة مباشرة خارج المرمى. يا لسوء الحظ في هذه الكرة، أعتقد بأن الكرة في المرمى لكنها ضاعت، كانت قريبة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. التصديم، هكذا يجب بأن يكون التحليق وإلا فلا. كانت فرصة رائعة للتسجيل في اللقطة الماضية لكنها ضاعت، وهل سنشاهد فرص مشابهة أم لا؟ عرضية تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. سالم الدوسري كان اليوم غريب عجيب، قدم أداء ما يليق حقيقة بإمكانيات سالم الدوسري وما ظهر بمستوى المنتظر. يعتبر حقيقة جزء من مشكلة الفريق في مباراة اليوم، تقدر تقول إنه ما شكل أي خطورة على المرمى، وبالتالي أكيد يتحمل جزء من الخسارة. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. يبعد إلى ركنية. بيلعب الكرة إلى منتصف الـ18. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة.
الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. الشوط الأول ينتهي 1-0. شوط ثاني ينطلق بأقدام لاعبي الهلال. كرة جميلة لكن تقطع. فرصة قد تشكل خطورة. لعبة تاتو خذ بين الاثنين. رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. لن علي استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. كان ممكن يلعب كرة مرتدة بشكل أفضل وبشكل أسرع. شوط أول جيد في رايم. قدم عرض مميز، كان ناجح إلى حد كبير في هذه المباراة. سجل هدف. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. الله على سلمان الفرج، شوف كيف كراها. أندري كاريو. موسى ماريكا. رأي صفارة وتسلل. واضح أن قادم اللحظات ممكن نشاهد تغيير من جانب المدرب. محاولة هجومية هلالية. كانت محاولة جيدة لكن فقدوا الكرة، ضاعت الفرصة. فرصة لكرة مرتدة. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. يهرب الآن من الرقابة حتى يحصل على الكرة. حارس يتألق في إيقاف هذه الكرة. حارس المرمى يهديهم الكرة. كيف راح يتصرف فيها؟ كراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. الهلال يهاجم الآن. أوديون إيغالو. تصويب الآن. اعتراف للتسديدة في هذا المكان. شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. ولا فرصة لكرة مرتدة. فرصة كانت الهجمة مرتدة لكن ما استغلت بشكل مطلوب. تصويبة باتجاه المرمى. تصدي ممتاز من عبد الله المعيوف. أوهو، العارضة تتحدى وتعترض الطريق. أوهو، كرة ترتد من المدافع إلى داخل المرمى. نشاهد الهدف مرة أخرى. كرة صعب جدا إيقافها. واضح بأن هناك تغيير في مسار الكرة وهي في طريقها للمرمى. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. سلمان الفرج. سالم الدوسري. ماذا سيفعل الآن؟ ممتاز في إيقاف التسديدة. عرضية ممتازة في الخلف. البحث عن هجمة مرتدة. مساحات كبيرة في الجناح. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. القائم يتدخل بعد هذا التصدي الممتاز. ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. يا رب، الكرة في المرمى تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. في آخر الوقت لا يزال لديهم المزيد ويوجهون المزيد من الضربات بتسجيلهم المزيد من الأهداف قبل الصافرة. ثلاثية ثقيلة الآن،
هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة. كوف بدل ضايع، بينية جميلة، ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة، صافرة النهاية.